السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال 41 في الوحدة الثالثة بيقول لي تنطلق إحدى المتزلجات في قفزة تزلجية بسرعة متجهة أفقية. يعني إيه بسرعة متجهة أفقية؟ يعني كأني جبت جسم وحركته في الاتجاه الأفقي ده، يعني يمتلك سرعة اسمها VX بتساوي 30 متر لكل ثانية بدون مركبة رأسية للسرعة. يعني ال V initial y بتساوي 0. ما مقدار المركبات الأفقية والرأسية لسرعتها المتجهة قبل أن تهبط مباشرة بعد 2 ثانية؟ ومدينا التايم بيساوي 2 ثانية. بالمناسبة الجسم ده لما بيتحرك بحركة أفقية من مكان مرتفع بيمشي على مسار مثل هذا، في كل مكان من الأماكن دي بيبقى ليه سرعتين، سرعة في اكس وسرعة في واي. تنزل تحت شوية الفي اكس ثابتة والفي واي بتزداد. يبقى دلوقتي احنا اتفقنا مع بعض ان الفي في اتجاه اكس بتكون ثابتة، سرعة في اتجاه اكس ثابتة. ليه؟ لان اي اكس بتساوي صفر، يعني اي اكس العجلة على محور اكس بتساوي صفر، بينما الفي واي متغيرة طبعا وهي نازلة بتزداد، والجسم يتجه لأسفل بيكون ال في واي بتزداد. خلاص، لو الجسم بيتجه لأعلى بتكون ال في واي بتقل أو بتتناقص. طيب، ودائما وأبدا بتكون ال A في اتجاه واي بتساوي جي بتساوي سالب 9.81. يبقى العجل على محور واي يا شباب، ال A على محور واي بتساوي سالب 9.81 متر على الثانية تربيع. بناء على الكلام الجميل اللي احنا قلناه ده، تعال نحل بقى المسألة. يبقى احنا عايزين نجيب دلوقتي المركبة الأفقية والرأسية، يعني عايزين نجيب في اكس، في فاينل اكس وفي فاينل واي. قلنا ان ال في فاينل اكس هتساوي في انيشيال اكس هتساوي 30 متر لكل ثانية، والكلام هيتقولك رجع الفيديو واسمعه تاني. بينما بالنسبة للفي فاينل واي أنا عندي قانون بقى، الفي فاينل واي بتساوي في انيشيال واي ناقص جي تي، يعني هيساوي الفي انيشيال واي بصفر، هو قال السرعة الرأسية بصفر، هتساوي ناقص 9.81 ضرب التايم اللي هو 2، يعني هيساوي ايه يا رجالة؟ سالب 19.6 متر على الثانية. احنا كده جبنا السرعة الرأسية كمتجه. هو بيقول لي ما مقدار، يعني عايزين المقدار بالموجب، يعني يؤدي الى ان مقدار السرعة بتاعت واي بتساوي المطلق بتاع 19.6 هيساوي 19.6 متر على الثانية. يبقى انت كده حبيبي جبت له ال في اكس بتساوي 30 متر على الثانية، وجبت له ال في واي الكلام ده بعد 2 ثانية. ونشوف المسألة التانية، لسه الوقت معانا بدري اهو، كويس عشان ما بحبش اطول عليك في الفيديوهات اللي انتوا ما بتشوفوهاش اصلا. انا ما اعرفش صف 11 ليه مش مهتمين. على العموم انا بعمل اللي عليا، وانت بقى الدور والباقي عليك انك انت تذاكر وتشوف وتجتهد وتبقى جدع كده. السؤال رقم 42 بيقول لي يطلق رامي السهام سهما من ارتفاع، يعني الراجل بتاع السهام بيرمي سهم من ارتفاع. اوكي، ارتفاع يعني مدينا الواي انيشيال، ارتفاع دوت اسمه واي دوت، واي انيشيال 1.14 متر، ده الايه؟ الارتفاع الابتدائي. الارتفاع الايه يا ريس؟ الابتدائي.
فوق الأرض بسرعة ابتدائية وزاوية. طالما في سرعة وزاوية يبقى اسمها في او او في انيشيال بتساوي 47.5 متر على الثانية، وزاوية اطلاق اسمها ثيتا بتساوي 35.2 درجة. يعني كأني دلوقتي لو رسمت لك هنا ده المستوى الذي أطلق منه الجسم، هذا الجسم اهو أطلق كده بسرعة اسمها في او وزاوية اسمها زاوية سيدا. طبعا هيطلع يطلع 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 على قطع المكافئ، وبعد كده يبدأ ايه ينزل. في أي وقت، في أي وقت يعني عايزين التي بتساوي كام؟ بعد إطلاق السهم من القوس سيسلك السهم الاتجاه الأفقي. خلي بالك عند أعلى نقطة، اكتب النوتس دي جنبك، عند أعلى نقطة تكون السرعة في اتجاه اكس فقط. يعني في المكان اللي فوق ده اعلى نقطة يصل اليها الجسم بيبقى السرعة في اكس بس، والفي واي في المكان ده بيساوي صفر. يبقى عند اعلى نقطة بتكون السرعة في اتجاه اكس فقط، وتكون السرعة على محور واي تساوي صفرا. خلاص يا شباب، يبقى ده اسمها الحركة في بعدين او المقذوفات. الجسم بتكون سرعته او في اكس عند اعلى نقطة بس. تمام، عود نفسك بقى دكتور. هتعود نفسك على ايه؟ هتعود نفسك على حاجة كويسة، ان في 3 معادلات لازم تحفظهم زي اسمك. اول معادلة بتقول لك ان ال V final Y بتساوي V O Y ناقص جي تي، و V final Y تربيع تساوي V initial Y تربيع ناقص 2 جي دلتا واي. يعني ايه دلتا واي؟ يعني واي فاينل ناقص واي انيشيال، هذه دلتا واي. اخر معادلة دلتا واي اللي هي الواي ناقص واي انيشيال يعني تساوي في او واي تي ناقص نص جي تي تربيع. ال3 معادلات دول تحفظهم، مهمين جدا، بنستخدمهم في الحركة في خط مستقيم والحركة في بعدين وفي كل الحركات وفي كل الايه الدنيا يعني. طيب، وبالنسبة للمقذوف بزاوية، بالنسبة للمقذوف بزاوية زي اللي في الشكل ده، عندي حاجة اسمها في اكس السرعة على اكس بتساوي في او كوساين ثيتا، والفي او واي بتساوي في او ساين ثيتا. الاسامي معلش يا مستر. في او واي حبيبي يعني السرعة الابتدائية الرأسية بتساوي في او ساين ثيتا، السرعة الابتدائية ضرب ساين ثيتا. طب هو دلوقتي طالب مني ايه بقى؟ تعالى نرجع للسؤال تاني. هو بالبلدي كده عايز الزمن الذي يستغرق الجسم للوصول لأعلى نقطة. طب ده انت لسه بتقول لي يا مستر عند أعلى نقطة ال V final Y بتساوي صفر، صح؟ قلت لك كده، أنا هكدب يعني؟ هتقول لي طب ما خلاص، ما أنا ممكن أستخدم المعادلة الأولى دي. أقول لك يلا تعالى هاتها على جنب كده، ال V final واي بتساوي في انيشيال واي ناقص جي في تي، والفي انيشيال واي بتساوي في او ساين ثيتا. اقول لك برافو عليك، يعني هتساوي الفي او بكام؟
ب47.5 ساين سيتا اللي هي 35.2. انت كده نجم النجوم وبرنس كده، انت بتلقط القوانين وتحفظها وتسجلها. انا حاسس ده احساسي. 47.5 ساين 35.2، يا رب اكون ناقل المعطيات صح، يساوي كام؟ يبقى كده حضرتك جبنا ال في او واي ب27.38 متر لكل ثانية. دي السرعة الابتدائية الرأسية، يعني اهي هنا دي كده اسمها ال في او واي، وهنا كده اسمها ال في اكس. بنحلل السرعة لمركبتين، مركبة أفقية ومركبة رأسية. تعالى بقى نعوض في المعادلة دي. ال V final Y بتساوي 0، ليه؟ عشان عند أعلى نقطة، عند أعلى إيه؟ نقطة، يبقى 0. بتساوي ال V O Y ب27.38 ناقص ال G ب9.81 مضروبة في التي اللي احنا عايزينها، مضروبة في التي اللي احنا ايه عايزينها. اقدر اودي دي الناحية التانية بعكس الاشارة، يبقى 9.81 تي بتساوي 27.38 اللي في الآلة الحاسبة بتاعتك. اقسم الطرفين على 9.81 على 9.81 باي باي، يبقى كده يؤدي الى ان التايم بيساوي، يعني الانسر اللي موجود معاك في الآلة الحاسبة على 9.81 تساوي 2.79 سكند. يبقى الزمن المستغرق للوصول لأعلى نقطة 2.8 أو 2.79. كفاية كده دلوقتي وشوية وبعمل فيديو تاني إن شاء الله. سلام عليكم.